كوكب وسيرينا وليريسا، ثلاث فتيات شكلن قصص نجاح في مساعدة الصم والبكم، وسخرن حياتهن في هذا المجال، ونجحن في تطوير قدرات العديد من الفتيات من ذوي الهمم، وأوصلنهن إلى مستويات علمية وعملية متقدمة، ولازلن مستمرات في عملهن لخدمة هذه الشريحة من المجتمع. الأستاذة كوكب هي تعتبر دينامو الجمعية الصم والبكم، فهي الحافز الأكبر للدعم اللي تعطينا الأستاذة كوكب من أجل نتخطى عديد من الصعوبات في الجمعية. قديم صف ثاني تعلمت المدرسة وخرجت لأنها صمة، بعدين جت إلى الجمعية ودرست من أول إلى الثانوية والحمد لله، والآن تابع لها 4 سنين شال الجمعية، والآن لها 2 سنين تدرس الأطفال رياضيات وعربي وحروف ومخارج الحروف. وجد لنا يعني العديد من الفتيات اللي هم لهم قصص نجاح كثيرة في جمعية الصم والبكم، ومنها مسؤولة التدريب والتأهيل لاريسا علي علوان، هي تعتبر من قصص النجاح البارزة في الجمعية، حيث أنها كانت طالبة في بداية حياتها وحصلت معها ظروف كثيرة صعبة يعني تخطتها وأكملت الدراسة. المعلمة كوكب امرأة سوية تعمل مع فئة الصم والبكم منذ 18 عاما، وتعد خبيرة في لغة الإشارة. أما الفتاتين سيرينا ولاريسيا فهن من ذوي الهمم، لكنهن كافحن واجتهدن في سبيل الوصول لأهدافهن، ولم تقف الإعاقة أمامهن ليحققن ما لم تستطع أن تحققه الكثير من الفتيات الأسوياء. 2006 الآن 2023، يعني تقريبا لي 18 سنة وأنا معاهم في العمل. الحمد لله هم فئة بصراحة طموحة وشقالة وعندهم فكر وعندهم نزاهة، يعني الحمد لله أنا عايشة مع هذه الفئة بكل ارتياح بدون أي يعني الحد بيقول مجاملة أو شيء، لا الحمد لله أحسهم أولادي وهم معتبريني أم لهم. عندي خبرة في لغة الإشارة، أيوة، والآن أنا أعلمها الطلاب الصوم داخل الجمعية، أيوة، واللي يجوا مثلاً أنا أساعدهم في التعليم قديم، أيوة، من القديم أفهم الآن أصبحت، أيوة، ما فيش فارق بيننا بين المتكلم والسامع. أتمنى من الحكومة تطبيق قانون 5% في التوظيف، لأن نحن الصوم داخل الجمعية. ثانياً أطلب من التربية والتعليم على أساس مدونا بوسائل تعليمية وكراسي وسبورات، هذا ما نطلبه منكم. يقدمن هؤلاء الفتيات كل ما تعلمنه من علوم وخبرات لطلابهن من ذوي الهمم، وهن سعداء بعملهن مع هذه الفئة من المجتمع، ويأمن بأن تمتد لهن يد العون من الجهات المعنية ودعمهن بأدوات ووسائل تعليمية تساعدهن على الاستمرار وتمكنهن من تطوير قدرات ذوي الهمم.